كان هناك استعمال ديال القنابل المسيلة للدم بطبيعة الحال، وأسباب الوفاة هل للجميع ما أكد الطبيب واضح. فيما يخص هذه اللجنة، ليس من مهمتها ولا ليس في استطاعتنا أن نعرف العصابات المنظمة الخاصة بالتجارة بالبشر، وندعو ونقترح دشتو التقرير ديالنا، نقترح بأنه أولا على المفوضية ديال الاتحاد الإفريقي ولا الاتحاد الإفريقي كمؤسسة أن تعمل فعلا على تفعيل مقتضيات الاتفاقيات ذات الصلة بمناهضة الاتجار في البشر وفتح قنوات التعاون ما بين الدول. ثاني حاجة هو أنه ندعو إلى شراكة حقيقية ومتكافئة بين مع المغرب والاتحاد الأفريقي. لماذا والاتحاد الأوروبي؟ لماذا؟ لأننا نعتبر بأن هذا التوافد ديال الهجرة لن يتوقف اليوم، وحنا كنقولوا بأنه حسب النقاشات ديالنا وحسب نقولوا الاستنتاجات الرئيسيه ديالنا، نقول بان الوضع سيتفاقم اكثر، لان لاسباب الفقر، لاسباب الحروب، لاسباب التغيرات المناخيه، ولاسباب التنميه ومستوى التنميه في افريقيا، وبالتالي لا يمكن ان نوقف الهجره بالتدبير الامني حصريا. ونقولها صراحة بأن التدبير الأمني الحصري لن يوقف الهجرة، وبأنه منذ بحال اللي شفتوا في الوصف اللي قدمناه ديال السياج من 1998 إلى 2018، ورغم التطورات اللي دارت في السياج تقنيا وغير ذلك، لم تمنع المهاجرين خلال السنوات من العبور، من يتوفى ومن يتم إرجاعه إلى المغرب ومن يتمكن من المغادرة. فإذا السياجات والحواجز والأبواب المغلقة بهذه الطريقة لن توقف توافد المهاجرين، لكن منطق جديد نحن، وهذا ما عملته في الخاتمة ديالي، خص واحد النسق متكامل شامل للتنمية وللتعاون ولشراكة متكافئة، ماشي أن أوروبا تغلق أبوابها وتجعل من بلدان الجوار هي البلدان التي تدير التوافد والإشكالات وما يترتب عن التوافد ديال الهجرة، بما فيها هذه الإشكاليات الجديدة والناشئة التي نعرفها حول الهجرة. فإذا يعني في مقترحاتنا وفي استنتاجاتنا واضحين بهذا الخصوص، ورسالتنا واضحة للسلطات المغربية والاتحاد الإفريقي فيما يخص تدبير هذا الموضوع في تحقيق قضائي واسع يمكن من تحديد المسؤوليات. هل المحاكمة هي جزء من هذا التحقيق؟ نتمنى ذلك لتعطينا معلومات إضافية، وسنعمل على نشرها إذا تمكننا من خلال ملاحظة المحاكمة. طبيعة الحال نعتبر بأن المعطيات خلاصات أولية، لكن هذه هي المعطيات التي توصلنا إليها انطلاقا من لجنة الاستقرار. ننتظر المحاكمة وأطوار المحاكمة لنعرف متى يمكن معطيات أخرى سنضمها إلى هذه، لننشر تقريرا مفصلا حول ما جرى بمعبر الليلية من مواجهات غير مسبوقة. طبيعة الحال نحن يعني ما نقوله للأطراف الأجنبية، نحن نقدم معطياتنا، نقدم الوقائع التي حصلت، ونقدم الإفادات من جميع الأطراف التي تمكن بعد تقاطع المعلومات من معرفة ما جرى. هذا التقرير طبيعة الحال سيعمل المجلس كما يعمل دائما، أولا لاقتصامه مع اللجنة الدولية الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، بعدد من نقول المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والمنظومة الإفريقية كذلك، لأنها هي معنية بهذا الموضوع وعن لها عدد من المقترحات بطبيعة الحال.
ما أود أن أختم به هو أنه أعتبر فعلا بأن لجنة الاستطلاع نجحت في مهامها، نجحت في الأهداف التي سطرناها قبل مغادرتها ومغادرة أعضائها من أكادير، من وجدة، من الرباط، للقيام بهذه المهمة وفي فترة وجيزة. وأولا لابد أن أشكرهم وأهنئهم على التزامهم وعلى استعدادهم وعلى المخاطر التي تعرضوا لها كذلك في هذه الرحلة. طبيعة الحال هذه المهمة عند أهمية بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأننا نترأس الفريق العمل الخاص بالهجرة لدى الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسنعمل على اقتصام هذه المعلومات والنقاش حولها ونتائجها وكيف نتمكن من أن هذا مجموعة العمل أن تتفاعل مع الآليات الإفريقية الخاصة بحقوق الإنسان. 16 خلاصات أولية، 13 مقترحات أولية كانت هي نتائج هذه المواجهات الغير المسبوقة بمعبر أمن ليبيا التي عرفتنا وفرضت علينا مآسي وفواجع في فقدان أشخاص مواطنين وإصابات عدد كبير. إلى اللقاء مرة أخرى في مجلس أخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.